ريلبا وزير هي مدينة يمنية تتبع جغرافيا محافظة حضرموت. تقع ريلبا وزير إلى الشمال الشرقي من مدينة المكلا، وتبعد عنها حوالي 43 كيلومتر. تتميز ريلبا وزير برواسيها، حيث تعتبر من المناطق المرتفعة عن سطح البحر، وهي أرض واسعة فيها ينابيع ماء غزيرة وجارية، وعليها الكثير من أشجار النخيل، وأكثر ما يزرع فيها هو التبغ والذي يعرف بالتمباك، حيث يعتبر التمباك الغيلي من أجود الأنواع المشهورة. أما عن سبب تسميتها فهي تتكون من كلمتين: الغيل، ومعناه في اللغة العربية الماء الذي يجري على سطح الأرض، وباوزير هي اسم القبيلة التي سكنت هذا المكان، لينسب هذا الغيل لآل باوزير. أما عن تاريخها وإظهارها كمدينة، فيعود الفضل لمؤسسها عبد الرحيم بن عمر باوزير، حيث استقدم إلى غيل باوزير من حضرموت الداخل مجموعة من العوائل تعتبر من أوائل السكان الذين استوطنوها، وذلك في حوالي منتصف القرن التاسع عشر من الهجري. من أبرز معالم غيل باوزير وأشهرها هي المدرسة الوسطى. فما هي المدرسة الوسطى؟ في البداية كان هذا المبنى قصراً للسلطان منصر بن غالب القعيطي، أحد أمراء السلطنة القعيطية، وتم بناؤه في عام 1890 ميلادية. ثم تحول المبنى في عام 1944 إلى مدرسة عمومية أطلق عليها المدرسة الوسطى، بعد أن كان الاسم لمدرسة أخرى مقرها في مدينة المكلا. تخرج من المدرسة كم كبير من الرؤساء والقادة ورجال الأدب والثقافة والفنون، كما تصدرت المدرسة مدارس التعليم في أربعينيات وخمسينيات وستينيات القرن الماضي. تشكل هذه الحقبة العصر الذهبي للمدرسة الوسطى.